السوشيال ميديا كل يوم طبعا بيكون فيها جديد، وكل يوم تقريبا بنسمع عن مصطلح جديد بيظهر وينتشر بين الناس. اليومين دول وفي ظل الأزمة الاقتصادية اللي بيعيشها العالم كله تقريبا، أخذنا بالنا إن في مصطلح بدأ يظهر وبقوة على السوشيال ميديا مؤخرا، وناس كتير ابتدت تسأل عنه. المصطلح ده هو المينيماليزم، والمصطلح ده بيعني كده باختصار إن الإنسان مننا بيمتلك ما يحتاجه فقط. طيب ازاي مينيماليزم بيدخل في كل تفاصيل حياتنا، من اول التفاصيل النفسيه لحد التفاصيل الماديه زي الاكل واللبس والتسوق، حتى في فرش البيت والديكور؟ ده اللي هنعرفه النهارده من ضيفتنا المنورانا ايه الغمري، اخصائيه نفسيه ومينيماليست. من الافكار الشائعه هو ان المينيماليزم از اول اباوت ان احنا نقلل 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 في كل حاجه. هي الحقيقه هي التقليل ده بيعمل حاجة اسمها balance between ايه بقى؟ بيعمل توازن ما بين الحاجات اللي ما بتحبهاش فقللتها، والحاجات اللي بتحبها فخدت مساحة اكتر في حياتك. الكلام ده including العلاقات. طيب هل في العلاقات مفروض مننا اننا نقلل بمعنى نقطع العلاقة تماما؟ بصوا هقولكم على حاجة، دي emergency case in case ان الشخص ده فعلا بيأذيك نفسيا جسديا ايا كان، بطريقة حقيقية قبل القياس عندك انت. ازيك ايه؟ ازيك يا جميل، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام. مبدئيا المصطلح ده مجنني من ساعه ما عرفت عنه. أوكي. يعني انا عايز اعرف بالتفصيل الممل يعني ايه مينيماليزم. طيب هو من الكلمة نفسها هو فكرته التقلل. تمام. أو الحد الأدنى، العايش بالحد الأدنى. أوكي. خلاص. هي الفكرة أن احنا معظم الوقت بنشتري حاجات احنا مش محتاجينها، بن كونسيومر أو بنستهلك أكتر ما بننتج. أوكي. تمام. فهو جه المصطلح علشان يحد من الظاهرة دي. أوكي. بس طيب انت أصلا الموضوع ده ازاي نقدر نعمله في حياتنا؟ يعني في التقديمة أنا قلت إن إحنا بنقلل في أكلنا وشربنا وفي معيشتنا وفي ديكور البيت، إزاي؟ ما تديني مثلا مثال على حاجة معينة. في ديكور البيت مثلا معروف إن الأنتري مثلا لازم يبقى 4 كراسي وكنبة. حلو الكلام. طب لو أنا احتياجي مش كل ده، عادي جدا ان انا اجيب كنبه وفوتي. فاهمه قصدي؟ يعني فكره بس ان انت تبقي open minded، ان مش لازم كل حاجه تبقى زي ما الناس بتقول. هي بس انت بتجيبي الحاجات اللي انت محتاجاها. طيب. فمن استخدامك انت فعلا ده اللي محتاجاه. That's it. طب ازاي نعملها في موضوع الاكل؟ في موضوع الاكل بصي انا يعني جربتها كتير قوي في موضوع الاكل، بس علشان المواد الغذائيه حاجه يعني حساسه أساسية. قوي او حساسه بالنسبه لكل جسم طبعا. تمام. فما اقدرش اقول ان هي ليها منهج ثابت، لكن مثلا في ناس بقت فيجن مثلا، هي بتاكل خضار بس. أوكي. حدد خالص من فكره اللحوم سواء بيضه او حمراء، مش حابين ان هم يدخلوا العنصر ده في جسمهم. بس ده بيكون بمزاجهم هم شخصيا ان هم عايزين يكونوا فيجن، او ان هم يكونوا بياكلوا خضار فقط او سمك فقط. ده يودينا بقى لحته ان المينيماليزم بيختلف من شخص للتاني تماما. مش حاجه واحده لكل الناس. فاهمه قصدي؟ فلو انت جسمك متحمل ان انت تتخلى عن العنصر الغذائي ده، ليه لا؟ طيب لو واحده زي حالاتي كده بتحب اللحمه وبتحب الفراخ طبعا براحتك. ازاي انا بقى اعمل مينيماليزم ده؟ ممكن في الكميه. تمام. ممكن يبقى في عنصر مختلف تماما، زي مثلا كاربس مثلا، اللي هي زي المكرونه والعيش. صح بالظبط. تمام. فكل واحد وطبيعه جسمه وجسمه بيحتاج ايه. ده بقى بيودينا لحته تانية خالص، انك لازم تسمعي لجسمك اصلا. تمام. وان جسم كل حد مختلف تماما عن عن حد. يعني مثلا فكره ان انت تجيب دايت وتديه لكل الناس، دي فكره اثبتت فشلها يعني. طيب انت ايه درستي ايه؟ هل انت دراستك ليها علاقه بالمينيماليزم والحاجات دي؟ بصي انا درست علم نفس. حلو الكلام. تبعي للمينيماليزم كان شيء مختلف تماما.
اللي حصل ان هما الاثنين اتلاقوا في حاجه اسمها التخلص من الكراكيب العاطفيه. بقى ده يعني ماتشنج مع ده بشكل كبير يعني. طب اشرح لنا بقى عشان احنا مش فاهمين. هقول لك بدايه اتباعي المينيماليزم كانت فكرته ان انا ست بيت وشغل البيت بقى تقيل قوي. اللي هي ست بيت ومعايا طفلين تمام، فالموضوع بقى عباره عن ان انا بصحى علشان اشتغل في البيت اعمل حاجات اوكي، سواء بقى تنظيف سواء بقى معظم الوقت اصلا والاطفال صغيرين انت بتشيلي في كراكيب صح. اقول لها انت بتشيلي من هنا تحطي هنا بالظبط. فالموضوع بقى واصل لطريقه من الاوفرويلمنج او ان انت دماغك ما بقتش فاضيه لاي حاجه غير انك بتشيلي من هنا تحطي هنا. الموضوع بقى غريب قوي، فبتطلعي لي الكونشس بتاعك اللي هي العقل الواعي، تلاقي نفسك فعلا عماله بتحركي الحاجات من اماكنها مش اكتر. خلاص الطفل وقع دي هنا فبتشيليها تحطيها هنا، طب وبعدين يعني هي هنا ليه واتحطت هنا ليه؟ وتبداي بقى تفكري فعلا انت الموفمنتس بتاعتك او الحركه في البيت بتتعمل كده ليه. بتلاقي في اخر اليوم ان انت انسانه مجهده جدا عاطفيا بقى وجسديا وعلى كل الأصعدة يعني، فما بقاش عندك اللي تديه لحد. طب انت استخدمتي ازاي المينيماليزم مثلا في حالتك انت؟ بدأت بقى يعني بصي البيت بقى مليان حاجات وانا بقيت ماشيه ورا الاولاد عماله اشيل العاب واشيل واحط تمام، وغير كده بقى معظم الوقت كمان انت واقفه في المطبخ عشان تعملي حاجات، فلقيت ان حصيله الحياه الاسريه تقريبا ان انا في حته وهما في حته تانيه خالص. بدات بقى اتقلل من كل حاجه، يعني لو الحاجات هي اللي واخداني منهم اتقلل من الحاجات، لو الالعاب هي اللي مجننانا طب نشيل الالعاب يعني نقلل منها على قد ما نقدر. بقيت بحتفظ بس بالبازلز او بالحاجات اللي هي هتنمي الفكره او كده، فالموضوع شويه بشويه بدا فعلا يبقى مريح. اللي هو طب ليه بقى ما نحطوش في كذا ونستخدمه في كذا وفي كذا وفي كذا، فاهمه؟ فشملت بيه كل جوانب الحياه وكانت فكره ناجحه الحمد لله يعني. ايه اكتر حاجات تصعب عليك موضوع اللبس؟ انا هتكلم عن ثلاث حاجات اساسيه عندنا احنا المينيماليستس، اوكي؟ لو دولابك مليان هيرو بيس او حاجات تريندي، حاجات تبع الموضه، حاجات الوان فاقعه، حاجات مشجره، واتيفر تمام، الحاجات دي بنسميها هيرو بيس ما بنسميهاش بيزكس. حلو، البيزكس هي الحاجات اللي اعرف امني عليها، بمعنى ان انا لو عندي هايكون مثلا اسود هعرف البس عليه بليزر، هلبس عليه شيميز، هعرف البسه على الجيب، هعرف البسه على بنطلون جينز او قماش، هعرف البسه بطرق كتير جدا. حلو، الهايكول الاسود ده واحد من البيزكس. طيب ايه هي باقي البيزكس؟ ممكن نعمل عليها سيرش على جوجل او ممكن تتابعي فيديوز بتاعتي بتكلم دايما عن البيزكس. حلو الكلام، حاجات هي الوان محايده اعرف ابني على اساسها. لو ما عنديش من البيزكس كتير والمفروض يبقى 80% من دولابي بيزكس، هيبقى صعب جدا ان انت تكوني اطقم. ومعروف ان الستات ملوله فبتبقي عايزه طول الوقت تغيري، فالبيزك هو اللي بيتيح ليكي فكره انك تغيري. طيب المينيماليزم ده مصطلح ظهر مؤخرا ولا دي حاجه اساسا معروفه من زمان واحنا اللي مش دريانين بيها يعني؟ لو يعني هنترجمه ترجمه حرفيه فهنعتبر ان هو البساطه، فالبساطه ما يعني منذ بدايه الخليقه تقريبا اساسنا اصلا البساطه يعني. انما هو مؤخرا بدا يظهر تاني كشيء مضاد لفكره الاستهلاك الغير واعي يعني. بس طيب المينيماليزم المفروض ان هو بيحسسنا بالرضا او ان هو يخفف علينا الضغط النفسي ولا لا؟ ده اكيد، ده اكيد هو كده كده هيخفف الضغط النفسي، بس لكل واحد زي ما قلت لك مختلف عن التاني يعني. طيب انت في اول الانترفيو خالص قلت لي بنشتري حاجات احنا مش عايزينها وبنجمع حاجات وبنستهلك اكتر ما احنا او اكشلي بنشتري اكتر ما احنا بنستهلك. دي حقيقة. الستات معروفين ان هم عندهم فوبيا، مش فوبيا، عندهم الهوس بالتشوق بالظبط. طيب ازاي احنا نقدر نسيطر على الموضوع ده؟ بصي هي لو بدأنا نعتبر ان الشوبينج هو للنزول علشان اشتري احتياجات فالموضوع هيتسيطر عليه كده كده.
خلاص. لكن لو احنا هنفضل نعتبر ان الشوبينج هو نوع من انواع التنفيس عن المشاكل النفسيه فمش هتخلص خالص. يعني هنفضل ننزل نشتري كراكيب علشان نرتاح نفسيا لمده معينه وبعد كده يرجع تاني المشاكل زي ما هي وكل حاجه زي ما مغيرناش. نسيطر ازاي على الاونلاين؟ قولي لي يا ايه اشرحي لي. لا عايزين نعرف ازاي اسيطر على فكره ان انا لا على فكره انا عندي مثلا من الجاكيت دي واحده شبهها فما اشتريهاش. برافو. انا عندي مثلا من البنطلون ده لون قريب من ده فما اشتريه. ازاي نعمل ده؟ اول ما نشوف الحاجه اللي بتعجبنا بيجي لنا هوس وعايزين نشتريها على طول. الكونشس شوبينج بدايته ان احنا نسال انا هعمل ده ليه؟ تمام؟ هشتري ده ليه؟ فلو يعني في 10 اسئله كده هسالهم لنفسي، هل انا محتاجاها؟ طب انا هشتريها ليه؟ طب انا هلبسها على ايه لما اشتريها؟ وعموما هلبسها على ايه؟ دي محتاجه 10 اطقم اتليست 10 اطقم هلبسها عليها القطعه دي، اوكي؟ في الحاله دي ممكن ابدا اكونسيومر. كمان في حته استهلك استهلك تمام. وكمان اكتب الحاجه دي واستنى عليها شهر على ما اشتريها، لان الماركتنج دايما بيشتغل على اول ثانيه تمام، او اول 3 ثواني بالكتير قوي في دماغ الانسان خلاص. فانا لو استنيت شويه بكره بعده فكرتي اصلا عن المنتج ده هتختلف. بس عملتي بقى كل الحاجات دي صعب قوي يبقى يعني تبقي لسه بتشتري بدون وعي يعني. اتليست حتى لو يعني انت ممكن تشتري الحاجه بس خلاص انت عارفه انت شاريها ليه، فاهمه قصدي؟ بس طيب احنا اتكلمنا على الكراكيب بتاعه الاطفال والكراكيب بتاعه البيت، هل بيكون في كراكيب عقليه؟ نعمل فيها ايه دي بقى؟ بص في حلول عمليه بيتكلم عنها المينيماليزم، زي مثلا انك تعملي حاجه اسمها جورنالينج. خلاص الجورنالينج ده عباره عن ايه؟ عن انك بتكتبي الحاجه اللي في دماغك زي ما هي خلاص. مجرد انك رميتي الافكار على الورق فكرتك بتختلف عن نفسك. وصلت؟ ازاي بقى اشرحي لي يعني بتعملي ايه؟ قولي لي التفاصيل في الحياه العاديه. طيب يعني هو الموضوع مش عارف الناس كتير ما بتعتبرهوش عملي قوي، بس انا شايفاه لطيف جدا مؤخرا كمان الناس بقت بتعمله. زي ايه؟ زي انك تكتبي افكارك اونلاين على السوشيال ميديا تمام. مجرد ان هي الفكره طلعت من دماغك، طلعت لل كتابه في اي مكان، سواء بقى جورنال مثلا، نوت بوك، اونلاين، ايا كان، فكرتك عنها بتختلف. يعني اتفرجي على الميموريز بتاعتك مثلا بعدها بسنه دايما هتلاقي ان انت اختلفتي او ظهر لك فكره واحده واحده. الاول قلنا هنكتب، هتكتبي خلاص هنكتب ايه بقى؟ اكتبي افكارك، اكتبي أوكي. الموقف اللي زعلك، اكتبي يومك مشي ازاي، اكتبي كل حاجه يعني على قد ما تقدري طلعي الفكره من دماغك حطيها كتابه أوكي. حتى لو هتكتبي اونلاين مع حد صاحبك ماشي، او هتكتبي مع حد بيشتغل في الفيلد بتاع المساعده الذاتيه ايا كان كتاب. تمام كتابه تاني خطوه. تاني خطوه ابدئي بقى اقري اللي انت كتبتيه ده. اصلا مجرد الكتابه هي طلعت المشكله من منطقه لمنطقه مختلفه تماما. زي انك مثلا فضفضتي مع واحده صاحبتك كتابه تكستنج تمام، بس بلاش تليفون علشان معظمه ما بيبقاش كونشس او ما بيبقاش واعي او تمام. كتابه تعالي اقري بقى اللي انت كتبتيه ده، اصلا هتحسي ان خلاص الموضوع خلص اصلا بمجرد ما كتبتيه. بس في حاجه اللي هي البروبلم سولفينج تمام، اللي هو حل المشكلات اوكي. طيب وفي سيلف ريفلكشن، ده اللي هو انت بتتعلم حاجه جديده عن نفسك حلو. وفي الاوفر ثينكينج، انت فيه بتكون بتفكر في حاجات لا هي هتحل مشكلات ولا انت بتقرب من نفسك ولا بتتعلم عنها حاجه جديده تمام. عاده الاوفر ثينكينج بيبقى عباره عن انك بتلف حوالين المشكله مش بتلاقي لها حل اوكي. غالبا برضو بيبقى متعلق بحاجة فاتت أو حاجة لسه هتيجي تمام. زي مثلا لما يجي حد يقول لي يا ترى هو كان بيفكر في ايه، ده سؤال اوفر ثينكر. طيب ازاي نطبق المينيماليزم في او على السوشيال ميديا؟ على السوشيال ميديا
يعني اساسي بتاعها او البيزك بتاعها ان انت ما تتابعيش ناس مش عايزه توصلي للي هما فيه. يعني ما ينفعش مثلا اجي اتابع حد لمجرد ان انا عايز انتقده، لا، انت مع الوقت هتبقى على فكره زيه، ما هو هي اسمها فولوور، تمام. فشئت ام ابيت انت عملت التريق عليه دلوقتي، بس شويه كده وهتلاقي نفسك افكارك بتاخد منه. فمهم جدا تبقى واعي كفايه انك ما تتابعش حد انت مش مؤمن بالفكر بتاعه او مش مؤمن يعني بافكاره عموما اللي هو بيقولها لك. دي اول حاجه. تاني حاجه انك تقلل الحاجات اللي هي بتعملك ديستراكشن بقى عن الحاجات اللي انت عايز تتابعها. يعني خلاص انا متاكد ان انا عايز اتابع مثلا ناس بتطبخ، خلاص ما ينفعش بقى اعمل فولوينج للناس كمان بتصور وناس بتعمل كذا وناس بتعمل كذا. تمام. الناس اللي بتطبخ مش هاخد منهم القيمه كامله. وصلت؟ بس فمهم ان انت تحدد انت داخلها ليه. اوكي، وازاي نطبق المينيماليزم في الشغل او في البيزنس؟ في البيزنس بصي، دايما كنت اقول لهم، عارف اداء تاجر الفاكهه؟ هو جاب 2 كيلو باعهم. اوكي، الموضوع بالبساطه دي حقيقي. يعني لا احنا دلوقتي بقينا، لا انا لازم اخد MBA من مكان الفلاني ولازم تبقى معتمده بالشكل العلاني. حتى لو اخدت شهادات من هنا للسنه الجايه بس انت ما طبقتش اللي في الشهادات دي، صدقني انت ما اتعلمتش حاجه. وصلت؟ بس فهي الموضوع بسيط قوي والبزنس بسيط قوي، بس احنا عملناه كلاكيع كتيرة علشان يبقى الموضوع تجاري اكتر. يعني حاجات ما تتخلاش عنها وانت بتعمل البزنس بتاعك. اول حاجة انك تكون مفيد. انا هنا مش بمثل ان انا مفيد، لا انا فعلا مفيد، ودي حاجة قبل القياس. تاني حاجة تخليك بسيط بمنتهى البساطة. الحاجة اللي بتعرف تعملها بصبع رجلك الصغير هي دي اللي تعمل فيها بيزنس، وما تستناش تعقد المواضيع. يعني لو انت هتعرف تبدأ البيزنس بتاعك without location without راس مال without مش عارف ايه، go ahead، ما تحورش كتير وما تعملش موضوع من اللاشيء. الحاجة اللي بتعرف تعملها وانت قاعد دلوقتي حالا وبتتفرج عليا، اعمل فيها بيزنس. طيب انت ايه ليكي 3 كتب صح؟ كلمينا عنهم بقى شوية. اوكي، قولي لي اسمائهم وكل واحد فيهم كان ايه فكرته. طيب، اولهم او الاكثر مبيعا بالنسبه لي هو طريقي للراحه النفسيه. ده بيتكلم عن الحب كمينيماليست، بيتكلم عن احنا ازاي بنستقبل المشاعر، ازاي بندي للناس مشاعر، بيتكلم عن حب غير المشروط، بيتكلم ازاي نحط حدود ما بيننا وما بين البشر، والحدود دي بتتحط بناء على ايه، علشان نحافظ على علاقاتنا عموما وعلشان نبقى انسان مرتاح نفسيا على مدار حياته. أوكي. خلاص. الكتاب التاني بيتكلم عن الحرية المالية. كتير قوي احنا ما بنبقاش فاهمين ان الاموال هي مرتبطة اولا واخيرا بشخصك. تمام. يعني الانسان الغني يعني لا يفرقه شيء عن الانسان الفقير الا مايند سيت، التفكير، طريقه تفكيره. التفكير بالظبط. فازاي انت تغير التفكير بتاعك من المنطقه دي تروح للمنطقه دي، لا اكتر ولا اقل. فالحريه الماليه هي هدف قابل للتحقيق، مش مستحيل. تمام. بس ازاي توصل له، لا اكتر ولا اقل. طيب، في الكتاب الثاني بيتكلم عن المينيماليزم الجمالي، وهو ان انت ازاي بقى تطبق ده في لبسك وستايل بيتك والحاجات دي. ده اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده بالظبط. وصولا لحاجه اسمها كوزي مينيماليزم، ان انت تعمل تشعري بالراحه بحاجات اقل. بالظبط. اوكي، تمام. كتير قوي احنا بنشوف مثلا انا اغير هدوم كتيره، ده اللي بيدل على شياكه، لا طب هاو باوت ان القطعه اصلا نفسها ابص لها بشكل مختلف. بالظبط. يعني احطها على حاجات مختلفه، البسها بطريقه مختلفه، احط عليها اكسسوارز زياده او اشيل منها، وابص لان لونها يبقى مثلا محايد، فبالتالي هي بتديني لوك معين مثلا. ابص للستراكشر بتاعها، البناء بتاع القطعه نفسها، الخيوط بتاعتها والخطوط بتاعتها نظيفه ولا مش نظيفة. يعني ما هياخدك في حتة تانية خالص من الموضة والحاجات دي. طيب، سؤال أخير يا آية. إيه الفرق بين المينيماليزم وإن إحنا نكون عايشين في تقشف؟ حلو السؤال ده. بصي، التقشف هي نوع من انواع المينيماليزم اللي هي اسمها فروجل مينيماليزم. احنا مش عايزين تقشف برضو يا ايه، احنا خفي علينا يا ايه. يعني
بالراحه. على حسب انت بتختاري اي نوع منهم بناء على شخصيتك. اوكي يعني في المينيماليزم الجمالي ده هو حاجه اصلا بتقول لك انك تتقللي علشان تزيدي جمال. اوكي ده حلو ده بالظبط. اوكي اللي هو بالانجليزي بيقول عليه simplicity is half beauty، يعني البساطه نص الجمال مثلا. وكوكو شانيل تقول لك شيلي قطعه علشان تبقي اجمل، فاهمه قصدي؟ فحاجات كتير قوي بتدل على ده. خلاص أوكي. في الكوزي مينيماليزم اللي انا دايما بنادي بيه، زي اللي شرحتي في البيت، ان انت تكون مرتاح، مرتاح في بيتك. تمام، مرتاح بقى في لبسك، في بيتك، في لايف ستايل يعني مثلا مرتاح. في البيت يا ايه فعلا ساعات مثلا نلاقي صالون كده محطوط، ده دايما كان عند اهالينا، ده اللي هو ما حدش بيقعد عليه نهائي. اولا احنا خايفين نقعد عليه علشان ما يبص ده واحد. اتنين، حتى لما بتقعدي عليه هو مش مريح خالص. فبلاش الصالون ده. ليه المساحه دي في البيت اتاخدت في صالون ومحدش بيستخدمه؟ بجد بتزعلي. وبعد كده يعني يبقى الهدف بتاعك انك تنقلي في بيت اوسع علشان تجيبي صالون تاني. محدش هيقعد عليه برضو، معروفه. فهمتي بقى ليه الموضوع سبكونشسلي بيبقى كارثه يعني؟ طيب يعني خلينا نقول كده ايه، ان احنا المينيماليزم بيساعدنا ان احنا نستريح نفسيا، نشعر بالرضا، بنحوش لان احنا هنبطل ان احنا نصرف فلوس كتيره جدا على حاجات احنا مش محتاجينها. ده اكيد. نفكر قبل ما نشتري، مش اي حاجه نشوفها تعجبنا فنروح واخدينها حتى لو عندنا حاجه شبهها لحد ما. لكن برضو عايزين نقول حاجه، الناس اللي اوريدي يعني بيطلعوا الجنيه بالعافيه، بلاش معاهم المينيماليزم. لا هقول لك كمان مهم المينيماليزم. ليه؟ لان هو اصلا بيطلعها بالعافيه من كتر ما هو بقى بيصرف في كل حاجه. اوكي فاهماني؟ فلما يبقى محدد الفكر نفسه اصلا، فبقى عارف مثلا ان انا كنت مثلا بصرف على بنزيني قليل، طب هاو باوت ان انا خلاص انا وفرت من حاجه الفلانيه، احطها في حاجه ثانيه، ابدا بقى احط في يعني في المكان ده كويس. بس ميرسي يا ايه جدا، بشكرك على وجودك معايا النهارده. ميرسي جدا، بشكرك. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.